السلام عليكم. سعيد بيا ديالنا، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى افضل حال كيف تعودنا عليكم. اليوم واحد الواقعة ثانية غزالة صراحة، واحد لابيض بقى واحد الاقبال ديال الثلج مع الكخيب، وعاودنا دخلنا واحد التشكيلة عاوتاني ديال الهبال وبنفس الثمن. الثمن اللي هو 600 درهم، 12 ألف ريال. انا اكسبريت لك حتى الاول هذا باش تشوفوا لا طومبيك ولا في الويديت ديالها. انا حبيبي شي حاجه غزاله، الثمن 600 درهم، ثمن زوين جد مناسب وفي المتناول. هذا اللوين الاول صراحه، فيها اللوينات غزالين. ترقبوا معنا اللوينات، اللي عجبتي شي حاجه دير سكرين وتواصل معنا على الخاص. هادو راه فيهم كميه محدوده، ما فيهمش واحد الكميه كثيره، غير الصراحة هاد الخضرة فيها شكيلات واعرين طوب صراحة، تيحير شكل كيتسيك الطوب. أنا حبيبي اللي بغا دير السكرين، شوف معايا هاد اللوينة هدا عاوتاني، شي حاجة غزالة طوب. إلا عجبك المارياج بصحتك وراحتك، بغيتي نديرولك شي رول بذوقك من الدفينة اللي عجباتك، راه نمريولك يا قد قبلك. والثمن راه كيف عودناكم 600 درهم فقط. لي فريزون في كازا راه كاينه، خارج كازا راه كنليفلو مع الامانه. بالنسبه للمتابعين جداد ديالنا، خذوا النميره في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير وديري لنا كومونت ديالك بالصحه والراحه. شوف معنا اللوينات يا خالي، اللوينات انا كلياناتي حباباتي خالاتي، برعوا لي راسكم يا عشاق الاناقه. ها هي الثلج حرير مع الكريم، شي حاجه طوندونس غزالة، مارياج دو كولور طوب. هانتوما كتشوفوها في الويديتي ولا طومبي ديالها، راه شي حاجة زوينة وغزالة تبارك الله. دابا راه في لا دوموند مود، دابا الفيجا كيديروها قميص مع جلابة خطاهم في الميسورية، وتديرها حتى لبسة تكشيطة راه كتجي لبيسة تكشيط. شوف معنا اللوينات، شوف معايا هاد لو غوج، هادي كولور طوب. الخيب دو سوا راه فاش نخدمو ديما جودة وحدة اللي عندنا ديال الخيب دو سوا ديال كوريا، غادي على التعريف كليان ديالنا راه ديجا خداو من عندنا وديجا تعاملوا معنا به. شويه بطايح مرعرع انا حبيبي، شوف انا زوين تا هو غزال حلو. شوف معايا اللوين حاجه غزاله الطوب، الثمن ديالها 600 درهم فقط، الثمن زوين وغزال وشي حاجه طوندونس، ما غتطلبش حاجه كثيره في الخياطة، راه لو بلو فان بوسيبل. تخدمها بالروندا ولا تخدمها بالقطيب ولا تخدمها بسواق المعلم، حتى هي راه كتجي. هادي جا فيها لو غوز طال، حاولنا ندخلو مع هاد الباك بوتي ونشوفو كيسكو سا فا دوني. وكي قلنا لكم في بداية لا فيديو، إلا عجباتك الدفينة وبغيتي نبدلو لك اللوينات ديالها اللي داخلين معاها، راه نبدلوها لك كريم طايح. شوف معايا هاد اللوين تا هو حبيبي، هذا الغوز بيبي داخل فيه شوية د الفيغ بوتي، قلنا نديروه معاه نهرسو داك ليكلا ديالو. صراحة الله يلا اللوينات غزالين هاد الخضرة دخلو، كيف وعودناكم ديما الجديد اللي مخدات شي حاجة تاخد تما حسن إن شاء الله. حنا راه أوفياء بالهضرة ديالنا وبالشعار ديالنا. شوف معايا عاوتاني هاد البلو مع هاد التفينة كيفاش جا غزال طوب. أنا كنحاول نتلقى باش تكون الزواقة باينة بالنسبه للكليان اللي كتبغي لي استفسار وكتقول لك طلق لي الزوق نشوف، طلق لي الدفينه نشوفها. ها هي مدام، ها هي الدفينه غزاله. هادي درنا معاها هاد لو بلو جين جا طوب، بغيتي ديري معاها لو غوز، بغيتي ديري معاها لو موف او هذاك لو فيولي حتى هو راه يجي معاها طوب وغزال. شوف معايا الشكيلات كيحيروا، راه شي حاجه طوب. المتراج راه 3 متر على متر ونص. شوف معايا هاد اللوين هذا عاوتاني شي حاجه غزاله. هذا كخير في البلو مارين، شوفوا معايا هاد الدفينة تا هي في البلو مارين كيفاش جات معاه طوب. صراحة ما عندي ما نقول، والله إلا ما عندي ما نقول، اللوينات كيحير. شوف معايا هاد اللوينة حبيبي، حاولنا نديروها طون سيغ طوب.
جلو شويه داك ماشي حاجه طوب. نتمنى من الكليان يكون واصلوا اللون والملمس ديال الثوب، راه شي حاجه غزاله طوب، واللي خدات شي حاجه بصحتها وراحتها، اللي ما خداش راه تاخذ الحسن ديال الثوب ديما جديد الحمد لله. هذا لو مارين، شوف معايا هاد الكولور غادي شي حاجه غزاله على الشق الاناقه، الناس الذواقه اللي كيبغوا المطاط في الكريب في الجلابه في المليفه، شوف معايا هاد لونسومب كيفاش جا طوب، شي حاجه غزاله فلويد. هنا حبيبي شوف معايا، هنا كلياناتي حبيباتي برعوا ليا راسكم، معايا الجوله ولا طبيعي تشوف كيفاش عامله، شي حاجه غزاله شي حاجه بصحتها وراحتها اللي ما خداش شرط المحسن. الثمن فرعوا لهم فكروا به هو 600 درهم، المتخرج راه 3 متر على متر ونص، يعني فراشة كوندين كيمونو لبسة تكشيطة اللي عجبك لعبي في لاكوب كيف بغيتي. الزواقة ديالهم راه في الموتيف في السورية كاملة، يعني حتى في الفصالة راه دايزر تفصل كيف ما بغيتي، لكن شي زواقات كيكونوا صعاب في الفصالة ما كيعرفوش يفصلوهم، هادي الموتيف ديالها راه منها كاملة، يعني حتى في لاكوب تلعبي معاها كيف بغيتي. شوف معايا هاد لاكولو غادي عاوتاني انا حبيبي، شوف معايا الزواقات راه مختلفين ديال التليجات والشكيلات واللوينات. حنا حاولوا نديروا مارياج بالذوق ديالنا، الا عجبكم مارياج بصحتكم، اللي عندها شي استفسار بغات شي ذوق خاطرها بشهوتها، حنا على راه الاشاره راه ما كاينش مشكل، غادي غتفشي خدي نمره في فندق الوصف واختاري اللوين اللي بغيتي ونرموه لك مع الجلابه اللي ريحاتك ومع اللوين اللي عاشقه مع راساتك. شوف معايا عاوتاني هذا، هادشي داك لو فيغ زوين، حنا حاولنا نديرو له هاد لو موف بارد باش هرسناه شوية، شوف حاجة غزالة طوب، انت كتشوف لا طومبي ديالها كيفاش طايحة، هادي مولاتها كتعيط ليها. هذا حاولنا نديرو بلون كاستيم وراش نديرو البلو فوا، قلنا نجربو مع البلون كاستيم نشوفو كيسكو سافا دوني. خياناتي حباباتي خالاتي، هانتوما عشاق الاناقه، شوف معايا هادي مع الفلوغوا كيفاش جات، جات ادميه حلوه كلاسيك، بغيتي نديرو مع الفلو نديرو الفلو، بغيتي هاد لينيونس ديال الطوغي نديروها، هذا دابا بوكاسي باش عطينا الموتيف حطو يبان، ولا بغيتي شي استفسار مرحبا حنا على راه الاشاره راه مكاينش مشكل، انت كتشوف معايا لا طوغي ديال الفلو ديال الكلينا راه شي حاجه بزاف، شوف معايا عاوتاني هاد الاورونج هذا. ما تخافش راه ما نسيناش السميمرات في بيبداط، راه كاع اللوينات كاينين، اللوينات حتى حنا نسيناه، ان شاء الله كلشي غيلقى فين يختار، وكلشي ضروري غتعجبك شي وحده من هذوك اوبليج، حنا اللي بريزونتيناهم وعجبونا كاملين، ما بالك نتوما الكليان، يعني ضروري غادي تعجبك شي وحده، اكيد حنا على يقين ان غتعجبك شي وحده. شوف معايا هذه درنا معاها الاورونج كيفاش جات، غزاله حتى هي. والله الا اللوينات طوب صراحه، واللوينات ديال لا سيزون صيفيين، الثمن ديالها راه ثمن زوين في المتناول، هادي نورمالمون راه كدير 800 درهم 16000 ريال، حنا درنا لها 600 درهم مع الكريب دو سوا باش يكون الثمن زوين ورمزي وتستغلها فاش بغيتي، إلا عندك ديجا قميص ديالها وبغيتي تزيدها غير هي من الفوق خدي جليبة ديال الكريب استغلي لوف، خدي شي جليبة بدوقك استافدي في التليجة بحاجة، خدي جليبة حتى هي استافدي بها بحاجة أخرى. شوف معايا عاوتاني هاد الزوالة تاع هاد الزعيم، حاجة غزالة حتى هي. حاولنا نديرو لها صيفي خضيدر بارد باش هرسنا داك الخضر اللي غالب فيها الخضر الملكي، درنا نهرسها بداك الصيفي شحال هكا. شوف معايا عاوتاني هذا الفيغ رويال، تا هو لوين غزال، شوف معايا حبيبي خضيدر ملكي الطوب صراحة شي لوين الطوب تيحمر، شاد الفنون عاوتاني شاد الشاد ليجا مع الكريم، ليجا مع الكريم ايه، شوف معايا هاد البلوغو هذا تا هو كيفاش داير، حنا غير وجدنا لوف قلنا نبارطاجيوه مع الكليان ما نعطلوهاش عليهم،
حيت واحد لا فيديو حطينا ديال هذا الارتيكل كان عليه واحد الاقبال كبير والطلب كثير، عاودنا جبنا من واحد كوليكسيون جديده مختلفه ومتنوعه باش يكون الاختيار عاوتاني. ما راه غير الاشاره اللي خدات شي حاجه بالصحه. شنو هو داك الساشي ديال الاثواب جيجي؟ لا صحتكم سي تري جولي. شال الوينه تبارك الله شاكرين راسهم. هاي هذا واحد الديك، هذا قروج داكل درنا مع واحد فينا الارضيه ديالها غي سوري. اللوين بعدا حمقني حتى هاد اللوانات علاش حمقونا حنا اللي خدامين فيهم حيت كيكونوا غابرين، يعني كيدوزو عندنا بحال هاد اللوينات كيعجبونا حيت صغار كيدوزو لك هاد اللوين. صراحة هادي اللوية الغزال أرضية كري سوغي داخلين في هاد الوريضات بداك الموطار البغي كوبوازي جا واحد المغياج غزال درنا ليها حنا هاد اللوب أورونج، ماشي أورونج حامي ماشي فلاشي وماشي كليغ، هذا أورونج بريك بحال الياجوري اللون ديال الياجور جا طوب. بغيتي ديري مع الكري سوغي بغيتي ديري مع الكري كلير يا با بروبليم، شوفي انت اللون اللي يريحك واللي عشقتي حنا غنوفرو لك. شوف معايا هادي حتى هي شي حاجه طوب، صراحة اللون تينسيلوش ما حيرنا هادشي صراحة بزاف. حنا شي حاجة راه بصحتها وراه حتى حنا كنحاولو نجيبو ليكم أحسن ما كاين في السوق بثمن زوين في المتناول باش كلشي ان شاء الله يستافد ويلبس ويبرع راسو. الحمد لله ربي بدا كيرفع علينا هاد الوباء هذا، يلا كنرجعو شويه لحياتنا الطبيعيه ونتمنوا من الله الخير ومبروك النجاح لكاع الناس اللي خداو لي ريزولطا ديال الباك ديالهم، واللي ما نجحش ان شاء الله مازال يجتهد ويجيب الباك ديالو باذن الله. شوف معايا هاد اللوين عاوتاني خالي اللوين بزاف تيطر ملاكي، وهذا هو اللوين الاخير سعيد ثمن 600 درهم. ما تنساوش لي لايك وجيم والبارطاج، راه قد ما بارطاجيتو قد ما شجعتونا حنا نصايبو حاجه اخرى ونفتكرو فكره اخرى ونخرجو معاكم حاجه اخرى. يعني الحاجه الوحيده باش تدعمونا البارطاج، بارطاجي لو ماكسيموم لايكي باش كلشي يستافد ان شاء الله، باش يكونوا دي زوب راه مازال كاين واحد لي زوب غنديرو فيهم دي كادو ان شاء الله، لما نحرقو المفاجاه اخر وداكشي تيجي بوقتو. نستودعكم الله، السلام عليكم.